عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يذكر فيه بنى الله له بيتا في الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Tamma bihamdillahi ta'ala iftitah Masjid Muhammad Sakor Wasara Al-Hamudi Al-Mauke Daulah Indonesia Wilayah Jawa Al-Usta Mantikah Klaten Koroyah Pedan Trogeton Barakallahu fi ma'anfaktum Makhlafakum bi khairi minhu Wa nas'Allah ta'ala an yaj'al hadha fi mizani hasanatikum Wa jazakumullahu khairan jazak Barakallahu fi يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الله أكبر جاء النصر والفرج ولا الظلام وهذا النور ينبلج الله أكبر جاء النصر والفرج ولا الظلام وهذا النور ينبلج الله أكبر من هم ومن كدر ومن ليال مضت بالكرب تعتلج بعد الفراق الذي أدمى دواخلنا ولم يلح فيه لا فجر ولا بلج أتى القضاء رضا في حلة لطفات منه القلوب بحمد الله تختنج جاء البشير وهذا الباب منفتح والدمع بالشكر للمنان يمتزج الحمد لله هذا السعد في شفتي شعر يذوب وشوق كله مهاج.